القصص التي فيها عبرة فيما جاء عن سلفنا: دخل الحسن البصري على رجل يعود في مرضه فرآه يصوب بصره في صندوق في بيته ويصعده، ثم قال الرجل للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في 100,000 في هذا الصندوق لم أؤدي فيها زكاة ولم أصل منها رحما؟ قال: ثكلتك أمك ولمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان وجفوة السلطان ومكاثرة العشيرة. ثم مات الرجل، فشهده الحسن، فلما فرغ من دفنه قال: انظروا إلى هذا المسكين، أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه وجفوة سلطانه ومكاثرة عشيرته عما رزقه الله إياه وغمره فيه. انظروا كيف خرج منها مسلوباً محزوناً. ثم التفت إلى الوارث، السلف يوصون الورثة في المقبرة، ثم قال له: أيها الوارث، لا تخدعنك ما خدع صويحبك بالأمس، أتاك هذا المال حلالاً، يعني من طريق الميراث، فلا يكونن عليك وبالا، أتاك عفواً صفواً ممن كان له جموعاً منوعاً من باطل جمعه وحق منعه، قطع فيه لجج البحار ومفاوز القفار، لم تكدح أنت فيه بيمين ولم يعرق لك فيه جبين، إن يوم القيامة يوم ذو حسرات، وإن من أعظم الحسرات غدا أن ترى مالك في ميزان غيرك، فيا لها من عثرة لا تقال وتوبة لا تنال.